على اون. مرحبا بكم في تونس، بلاد أعظم ثورة في التاريخ، الثورة اللي شهدنها عالم كامل وأبهرت الدنيا، ثورة الياسمين المجيدة اللي جابت لنا الربيع العربي المبارك، شبعة حرية وكرامة أوفردوز وشيخة تنمية جهوية. هاي الرواية الرسمية اللي تروج فيها مؤسسات الروبافيكيا الإعلامية على انتفاضة شعبية لعبولها الصحاح في ثنية، وبخلاف حرية التعبير النسبية ما حقت لشعوبها كان مزيد من الفقر والجهل والمعاناة اليومية. انتفاضة تسميت ثورة على خطر هروب بن علي جانا في وسط الدمومات كأنه حفلة على غفلة. اليوم اكتشفنا أنه ثورة الياسمين متنبت كانت دفلة، كيل حريقة عمال ماشية وتكبر وإحنا قعدنا حطب. الشروق اليوم كتبت إضراب عام في سليانة وقفصة وجابس إربعاء الغضب بطبيعة كما تعرفوا. بالنسبة للتنديد وإدانة الغضب الشعبي تنجموا تمشيوا للصحفيين متاع نفس المسافة وجميع الأطراف ونشكروا الأمن مهما كان مأتاه. ولا فما زاد أوكي جمعية المتبهللون متاع ثورة سلمية وشعب مسالم، وقت اللي المراكز ومقرات التجمع اللي تحرقوا في الثورة أكثر من تسليطات بوشليكة وشعر نوف المجتمعين. إنه الغضب يا مولى السلطة، غضب جارف من قفصة إلى سليانة. تقول الصريح غضب جارف من قفصة إلى سليانة، في قفصة فوضى عارمة وحرق مقر النهضة والأمن ينسحب، في جابس لا لحرمان الجهة من كلية الطب، في سليانة لا رش لا كرتوش سليانة من خفوش. توا عادة كيما طلعتونا الإسلاميين المعتدلين والتجمعيين الشرفاء لازمكم تستنبطونا بدعة جديدة كيما الغضب المعتدل مثلا، ولا الغضب السلمي متاعو كيلزم تخرج مظاهرة صغيرة لكلهم لابسين مراو الهيلو كيتي ويعيطوا يا العرايض يا ميشان الفلفل بكات دينار 500. الصباح من جهتها قالت لك الأسعار تلتهب والطبقة سلمحني بتو الصباح قالت لك الجهات على صفيح ساخن، حرق مقر النهضة في قفصة، احتجاجات في جابس باجة بنزرت وسيدي بوزيد، رغم طبيعيها السلمي وحسن التنظيم حضور لاكريموجين في أحداث الرش بسليانة. هي بهيشي فما عرس من غير زازة، هو كان ما فماش ذريبة غاز على تريحة متراك على تصدينة كاميراوات مفكوكة نسميوش في تونس راهو. وتحية الخونة غسان قاسم صحافي قناة تلفزة تي في اللي ما زالت ما بدتش تبث أصل وديجا بداو الصحافيين يأكلوا في السب والخبط. انترتون جريدة المغرب تقول ولايات سليانة وقفصة وجابس في إضراب عام، هل هي بداية انتفاضة جديدة؟ ولسان حالها يقول يا ربي سهل يا ربي تشرع يا ربي تنتفض وتتنفض وتتفض هالغمة مرة واحدة. هيش بيه عند ربي مش بعيد. توا تنقيزة سريعة لجريدة الضمير الصادرة في جمهورية تونس أباد بوكو حرام الشقيقة اللي بالطبيعة عندها مشاكل أخرى. قالك يا سيدي بعد حرق مقري النهضة والمؤتمر بقفصة واتهام الكاتب العام الجهوي بالتحريض، القيادة النقابية مطالبة بالاعتذار وتحمل المسؤولية. أكها وجماعة شدوا محرض وحدهم ووجهوا له تهمة وحدهم وطلبوه بالاعتذار وحدهم، حصيلوا شرطة عدلية وحاكم تحقيق وقاضي بالمحكمة الابتدائية وحزب سياسي كاترونا. بعد الفنان الكامل اليوم نكتشفوا البروباغانديست الكامل. ليه ومازال استنى قالك في ذكرى أحداث 27 نوفمبر 2012 أهالي سليانة يؤكدون شرعية مطالبهم ويندّدون بالمتاجرة بمعاناتهم. أي خطر في سليانة أكثر حاجة من رفزتهم هي القوى السياسية اللي تاجرت بمعاناتهم، أما ما عندهم حتى مشكلة مع القوى السياسية.